السلام عليكم. يظهر لي أسوأ مباراة تفرجت عليها في تاريخ الترجي، ويظهر لي أسوأ مردود للترجي منذ 40-50 عام في جل مشاركاتها في تشامبيونز ليج، في الكاف، في أي دورة رمضانية. إن شاء الله يولي شي مباراة ودية معناها في مشاركة إفريقية. اليوم مردود مستواه هزيل وهزيل جدا، مدرب ماهوش فاهم شنو يعمل، ماشي بتكتيك اللي يعرف يعمل حاجة يعملها ملعبير زين ساقيها سير تيران، مش عارفه وين باش تقف، كيفاش باش تلعب، كيفاش باش تتحرك، معناها فوضى تكتيكيه باتم معنى الكلمه. هاشتاج كبير ذوري توك، هاشتاج كبير وكبير برشا توا بدا في الفيسبوك، كلها طالب باقاله المدرب معين الشعباني بالحق. معناها الى متى باش يبقى المدرب هذا في الترجي؟ اسامي موجوده، انتدابات بالجمله ملعبيه بالقيمه الفنيه المحترمه. صحيح باش تقولي الملاعبيه قاعده تضيع في اهداف ماهوش معين فميكا باش يسجل الاهداف، لكن نقول لك اللي مثلا 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 باش نعطيك رقم، اللي الترجي في اخر 3 مباريات والا في اخر 2 مباريات عامل معناها رقم رهيب، عامل 38 كورنير ركنيه، معناها 38 ركنيه ما مسجل منهم والا ماهوش عامل منهم بريسك حتى فرصه سامحة للتسجيل. دونك لهنا المدرب يضرب في النوم، ملاعبية قاعدة تلعب مايش فيها ما اصلا كيفاش تتحرك، كي تشوف ملاعبية بالطالون تاع يانساس، كي تشوف ملاعبية بالطالون تاع غشة، كي تشوف معناها الملاعبية هذوما كيفاش تايهين في التيران، ملاعبي كيما يانساس يتم توظيفه على الجهة اليمنى، تخسر ملاعبي كوسط ميدان هجومي كيما البروفيل متاعه هو، وتحط ثلاثي كلاسيكي 4-3-3. يعني تحس اللي معين الشعباني قاعد يعاند في نفسه، قاعد يعاند في امكانيات الملعبيه. بالسيف معناها ثور ونحلبوه، بالسيف يحب يلعب 4-3-3 ويلعب بيان ساس ويلعب بغشه ويلعب محمد علي بن حموده، ونجي وعاد محمد علي بن حموده، ونجي وعاد لك الفرص للضيع، ونجي بالحق الملاعب يهدي اخذ اكثر من حظه وكذا اخذ اكثر من حجمه. وقايد خويا باش يجي رودريغو رودريغيز اللي سيبون اليوم يظهر لي رسميا تم معناها ادراج اسمه في قائمه الترجي، والا سيبون ولا لاعب رسمي للترجي الرياضي التونسي. نستناو الملاعب هذا، لكن يا خويا بالحق راه كان باش يبقى معين الشعباني حتى لو كان تجيب برودريغو متاع الريال، اصلا ماهوش باش ينجح الملاعب اللي باش يكون في الصندوق على خاطر ما فماشي خدمه مخدومه. يظهر لي الاتاك الوحيده اللي تخدمت وقت الكره مشات الغشه، بقى يستنى شويه فكس الديفونسير تعدى من وراه بن حميدة حطها له ريتري، جات لتقاط قائل لي بعيد على الكاش 3-4 متر، معناها حطها في الديفونسير ومن بعد ضربت في العارضة ومن بعد خرجت. يدور هذيك الاكسيون الوحيدة المخدومة، لكن بقية معناها اللي ليزاكسيون بقية الهجمات. وخلي عاد من لغة جديدة اللي دخلت الترجي اللي عمري ما ريتها الحق متاع ربي من قبل، انه الدفاع ولا المدافعين يبدا يطيش لك في كورة يمين ويسار، ما فهمتش معناها ما اما تكتيك واما ريق واما بلوس باش الضيف وقت اللي باش طيش الكره على اليمين وعلى اليسار مريح توقاي. هذه حاجات جديده قاعده كل مره كي قاعد يدخل في الترجي، قاعدين نراو في حاجات ما كناش نشوفوها في الترجي الرياضي التونسي. للاسف قاعدين نراو في حاجات ماهيش من مستوى الترجي، ومش هذا الترجي اللي باش يمشي للتشامبيونز ليج. هذه فريق اسمه الديوان البركيني، ما يعرفوا حتى انسان يضري في افريقيا، ولا ما يعرفوا حتى فريق محترم. مازال عندك دوري المجموعات، مازال عندك الصحيح الضربة الصحيح، مازال عندك الربع والنصف النهائي والنهائي، وباش تقابل فرق قاعدة تحضر، معناها فرق قاعدة تجيب في ملعبية وتجيب في مدربين. انا ديجا قلتها راهو وقت اللي مشى النايبي متاع يونغ بويز مشى للجيش الملكي، مع انه الجيش الملكي نجم والا ان شاء الله يخرج ضد النجم الرياضي الساحلي، هذاك مدرب في قيمة الترجي، عنده خبرة، عنده الاضافة، عنده تكتيك، تحس المدرب عنده اللمسة. الترجي بالحق تحب ولا تكره لازمها مدرب. راهو حتى الملاعبيه باش نكونوا واضحين، الترجي منذ 10 سنوات ولا 12 عام قاعد المستوى يطيح بشوي بشوي. كان لاحظوا نشدوا مثلا خطه المهاجم، كان فما الرامو طاح شويه ولا يانيك نيانغ ولا فما شكون راهو يقارن بين يانيك والرامو، ما اختلفناش. لكن من بعد يانيك طحنا شويه، جا الخنيسي، من بعد الخنيسي طحنا برشا، جاء بن حموده وبن حموده زاد طحنا برشا، جاء بالريمه
نمشيو حتى للكوتي اليسار، يوسف المساكني، بعده يوسف البلايلي، ماهوش وقت يوسف البلايلي متاع الطنبك متاعه متاع منتخب الجزائر، بعد تحنا شويه للهوني، بعد تحنا شويه البقره، وديجا بقره هاو ماهوش قاعد يلعب فيه سي معين الشعباني، ورينا معناها بقره وقت اللي دخل في الشوط الثاني شنو عمل بقره بريسك الملاعب اللي حرك اللعبه الكل. ما فهمتش علاش اصلا حتى قبل المباريات هذه بقره كان هو العنصر الفاعل في هجوم الترجي، ما فهمتش علاش ملاعب يمشيلك تجي تجمدوا على البنك وتلعب بتكتيك انت، معناه ما فهمتش ال 4 3 3 مجمد بها نفسك علاش، معناه حتى توا مع استقطاب المدافع هذا والا متوسط الميدان الدفاعي باش تولي لعبه بريسك هو وتقى والدربالي ومن بعد لك شنو باش تعمل، معناه لازمك بالحق زوز متوسطي ميدان دفاعيين، ونقولوا نحن الدربالي، ونقولوا نحن بار اكزامبل معاه النيجيري هذا المنتدب الجديد، تقع تمشي خويا تحطه على الجهه اليمنى خير برشا من بوشنيبه، وتحاول تحط قدامهم يانساس باش يسكر لك المثلث، وتلعب خويا بوغر، تلعب برودريغو رودريغيز، تحط ما نعرفش انا غشه هكا، تولي تلعب 4 2 بريسك 3 1، تولي فما انيماسيون اوفنسيف اكثر، تولي فما اكثر من الملعبيه واكثر ساقين في 30 متر الاخرانيه، ولا عندك ملاعب ليبر نجم يعاونك في العمل الدفاعي ونجم يعاونك في العمل الهجومي، يكون عندك ملاعب معناها كيما رينا بالكاليتي اللي عنده ينجم معناها يعطيك الاضافه، يمشي لك على اليمين واللي عنده سوتيان مع غشه، ويمشي لك على اليسار يعمل لك سوتيان مع بوغرا، ينجم كيف كيف يتيح لك 9 ونص تحت رودريغو رودريغيز. مانيش انا باش نعطيك النصائح التكتيكيه اللي باينه يا عيني يامي، وقلت معناها اكثر من مره فم مدربين في تونس تحس انت معناها كمشجع عادي بسيط تحب الفريق نتاعك، ساعات تحس ان انت تفهم كوره خير منه واكثر منه معناها بالحق، على خاطر تشوف في اخطاء تكتيكيه قاعده تعاود. انا كي نحكي لك رقم نتاع 38 ولا 37 ركنيه في ثلاث مباريات وما فماش حتى اضافه منهم، وديجا حتى اللي سونتراج نوعيه السونتراج نتاع اتقى بالحق، حاجتين يا الملاعب يغير في السونتراجات نتاعه وتكون فما خدمه، يا معناها يتغير الملاعب اللي يعمل في السونتراج معناها اون فوا بور توت، معناها تحط يانساز، تحط ما نعرفش انا حتى بوشنيبه، تحط بن حميده، المفيد تغير منفذ الركلات الحره اللي حسب رايي وحسب وجهه نظري وحسب مره في المباريات نتاع الترجي ما فماش خدمه، ويظهر لي شنيا لونترينمون ولا التدريبات في شنو قاعد يعمل سي معين، والاطار الفني اللي تابعه الكل، الناس طالب باقاله معين الشعباني، حمدي المدب يخلي معين الشعباني ويجيب مساعد مدرب اخر، بريسك ولا زوز ثلاثه اربعه ينح يزوز لطيفي هو ذا يتغشش حمدي القصراوي، جيب شو اسمه الذوادي، حط مجدي تراوي، تحس فما لا خربقة وتحس فما فوضى في الإطار الفني. معين الشعباني تحب ولا تكره ماهوش في قيمة الترجي، ماهوش في قيمة الإنجازات اللي تطمح لهم، الترجي سوبر إفريقي باش تلعب مباريات كبيرة ضد فرق كبيرة بالحق، راه معين الشعباني وقت اللي لقى الجمعية متاع خالد بن يحيى حاضرة يعني هز بها زوز تشامبيونز ليج، هي راهي حاضره وقت راهم يلعبوا وحدهم، حكيوا على البلايلي في التومبك وكوليبالي في التومبك وفرانكوم سعد بقير، ما نحكيوا على ملاعبيه في التومبك في البيك نتاعها، يعني المدرب قاعد بالحق يعيش بالاستوريك نتاعو، جاء الوقت جاء معناها صحيح لا نحكيه في كلام صعيب، لكن اليوم الترجي نحبوا ننكروا ترشح صحيح لدور المجموعات، لكن رانا نلعبوا ضد فريق معناها هاوي في افريقيا، راك مازلت باش تلعب ضد الصحاح كان هكايا في راد صحيح زاد ما فماش جمهور، لكن هذه كلها ماهيش اسباب باش يخلي الترجي تبان بالوجه الشحيح نتاع اليوم، وخاصه الامور النفسيه في اخر ربع ساعه وقت اللي دخل الوهابي وبريسك الترجي طيحت البلوك التالي ولات ليكيبا الاخرى نازله، وممكن كانت نجم تسجل هدف في اي لحظه، ومع خروج حتى ينصاص بن حموده ممكن وقتها لا قدر الله في الواحد واحد يعني تنجم تغدرك بهدف اخر، راهو ما تعرفش عليها الكره في افريقيا زوز ثلاث دقائق تنجم تبدلك برشا حاجات ترسيلك وقتها في حل واربط، دونك ان شاء الله في قادم مواعيد معين الشعباني اوت يجي مدرب يستحق وترمي الباكو ويجيب مدرب اجنبي باش يكون عنده قيمه واضافه كبيره للترجي بالملاعبيه هذوكم ينجموا يصنعوا العجب، دونك هاك وصلنا للنهايه نتاع الفيديو، ما بقى لي كنقول لكم نترك في حفظ الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.